منها هي السمة الغالبة. هات نسب، هات لي حد على إصابة عبد الفتاح لما هي أسست البيت. هم بيتهمونا في برامج التوك شو إن إحنا بنبوظ الدنيا وبنهاج الدنيا، لكن أنا بقول أحمد الحق. ماهر مؤسس الجروب وحركة شباب 6 إبريل اتضرب 12 ساعة متواصلة بس علشان يديهم الباسورد على سهوة. اتضرب 12 مرة ساعة متواصلة على سهوة ولا إيه؟ على سهوة، وهو راجع من شغله ومسكوا بعربيته وصدوه واخدوه اتاخد اتسحل زي فيلم الاجنبي. هو كان في فيلم رعب. ليه كل ده؟ ضابط امن الدوله بيطلب منه طلب واحد، اقفل الجروب بتاع شباب 6 ابريل، انهي شباب 6 ابريل واحنا نخرجك من هنا سليم. هو عارف ان هو ده ضابط في امن الدوله، هو اتاخد في اللاذغلي في امن الدوله. اه فده مهندس متجوز ونجح في شغله وعامل جروب عشان يطالب بحق دوله بحالها، ليه يحصل فيه كده وتقول لي ان في ديمقراطيه؟ على فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو احقاقا للحق. جهاز امن الدوله ده مأمن مصر من مخاطر لا تعد من ولا تحصى. من مخاطر الشعب ضد النظام، مش من مخاطر الدوله الخارجيه ضد النظام. يا فندم ليس من مخاطر الشعب ضد النظام زي ما حضرتك بتقولي ومليين كذا الكلام. مين مليين انما الكلام؟ امن ووطن واستقرار مصر. امن الدوله يعني بيبذل فيه مجهود أمن غير عادي، بس وضباط امن الدوله بيتعرضوا لكثير من المخاطر حضرتك لا تتخيلها. أمن الدولة لا يحمي الدولة أو مصر أو الشعب، أمن الدولة بيحمي الحاكم فقط. بيحكم الحاكم فقط؟ فقط. حاكم مين؟ حاكم حاكم هذه الدولة. حاكم إيه؟ الرئيس. حاكم 6 أكتوبر؟ رئيس الدولة. هذا الرئيس جاء عن طريق الانتخاب الحر مزبوط. المباشر لأول مرة من 9000 عام. مزبوط. من 9000 سنة احنا 80 مليون المصريين يختاروا اللي بيحكمهم. احنا 80 مليون مواطن اللي انتخبوا بالظبط، كان عندهم بطاقات انتخابية وانتخبوا، كانوا بس 8 مليون منهم 3 مليون انتخبوا ايمن نور. يا جماعة بعد اذن حضراتكم يعني احترامي للأستاذة اسماء، ال 80 مليون مواطن دول ما هماش أعضاء فيما يسمى بالجمعية العمومية لشعب مصر. ما هي الجمعية العمومية لشعب مصر؟ الجمعية العمومية لشعب مصر كل من وصل إلى 18 عاما وأصبح له صوت انتخابي فهو عضو في الجمعية العمومية لشعب مصر، اللي عددها 23 مليون آخر عدد سابق، حاليا حوالي 33 مليون. النهاردة إحنا 80 مليون. طب واحد مالوش صوت انتخابي الدولة اللي هتعمل له؟ هو ما بيروحش ليه يطالب بحقه يعمل صوت انتخابي؟ بينزل الكتروني. حد يا جماعة راح يأيد صوته في جداول الناخبين وحد منعه؟ أنا بأناشد كل واحد راح يتقدم بقيد نفسه في جداول الناخبين وبتنطبق عليه الشروط في هذا الموضوع وحد منعه يجيني، وأنا بفضل الله هخليه يأيد صوته في جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللي هم بيتهموها ان هي وزارة قمع. والله العظيم يا وزارة امن، شباب 6 ابريل عاملة حملة علشان نطلع بطاقة الانتخابية، بتجيلي تليفونات على الموبايل يا استاذة احنا في القسم الفلاني في المحافظة الفلانية جايين بنطلع البطاقة، القسم بيقول لنا روحوا خلوا اللي قايل لكم وعامل لكم الحملة دي هو اللي يجي يطلعها. يعني احنا طيب مطلوب منك هاتي لي نماذج من دي، هاتي لي وانا في مصر اليوم على الهوا على الطبيعه. اجيب لك دلوقتي لسه دكتور، الحزب الوطني عامل نفس الحمله بس مش بالاسم، يعني احنا عاملين الحمله برضو البطايق الانتخابيه والناس بتروح تطلع البطايق وبترجع لنا عادي جدا، مش بيقول لهم حاجه، ويمكن الناس ما نعرفهمش ما يعرفوناش، مجرد ان نبعت مسج للناس. اذا هو ده يا جماعه الفيسبوك، خلوا بالكم فيه، خلوا بالكم منه. عندنا حراك اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي وله سلبياته، خلوا بالكم من السلبيات واستفيدوا بالإيجابيات. وانتظروني لقاء فاصل ولقاء متواصل وحوار خاص جدا مع أول مصري يقوم بتوكيل الدكتور محمد البرادعي من أجل المطالبة بتعديل دستور مصر. انتظرونا بعد الفاصل.